هنا القدس دوت كوم من أبرز عناوين الأخبار اليوم: الرئيس عباس مستعد لمنح نتنياهو فرصة أخرى، ولكن ليس أمامنا سوى أسبوعين إلى ثلاثة يجب حدوث تطور خلالها. الشباك الإسرائيلي يكثف محاولاته لتجنيد عملاء فلسطينيين عن طريق الهواتف الجوالة والبريد الإلكتروني. جنود بريطانيا العائدون من الحرب يعانون من الاكتئاب وإدمان الخمور. افتتاح ملتقى القاهرة الدولي الأول للقصة العربية في الأول من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. دبي تشهد بيع أغلى لوحة للفنان المصري أحمد مصطفى ب 262 ألف دولار. للتفاصيل زوروا موقعنا www.alquds.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.